هنحتاج معلقه كده حلوه من الزيت. تمام، نقلب بس ده كده كويس الاول. تمام، ثانيه واحده كده، لحظه لحظه. ويا سلام بقى لو عندك ايه شويه ليه، يا نهار ابيض بقى على الليه، بتاخد الكلام ده في حته تانيه خالص. ننزل بشويه زيت. تمام كده، اول ما الزيت يسخن هننزل بالكبده. معايا هنا السجق، هنعمل ايه بقى؟ هننزل بشويه، على فكره عايزه اقول لك السجق كده خلاص، شويه من الفلفل، حباه بقى ملون، حباه اخضر، اللي انت عايزاه. بصي بقى عايزه اقول لك حاجه، سجق العربيات مستحيل يبقى فيه فلفل ملون. سجق العربيات او السجق اللي بناكله من الشارع طبعا على قد ما بيقدروا بيقللوا في الامكانيات علشان يكسبوا، لكن انت في البيت على قد ما بتقدري بتحاولي تاكلي وتاكلي ولادك حاجات فيها قيمه غذائيه عاليه عشان تحسي كده ان انت بتعملي حاجه. احنا ما بنحطش في البيت عندنا اي اكله والسلام، احنا بنحب بجد ناكلهم حاجه حلوه، حاجه مفيده، حاجه مليانه فوائد وقيم كده ايه حلوه. بصي هنعمل ايه دلوقتي؟ هننزل كده، بصي سامعه؟ غسلنا الكبده، ما غسلناش. دي الطريقه الصح لعمل الكبده. هنجيب بقى سباتولا ثانيه او معلقه ثانيه حلوه كده. بصوا المعلقه قد ايه اللي هيخش عليا المطبخ وانا بطبخ. يلا كده. طيب انا قلبت تقليبه واحده بس، ان انا فردت الكبده في الطاسه، ما بقلبش الكبده ثاني. اسمعي بقى الصوت، يا سلام بقى على سنه كده صغيره من الليه بتعمل كلام حلو قوي. هنقلب بقى هنا كده. عايزه اقول لك ان كده خلاص السجق معانا بقى جاهز. بصي وهيبقى زي الفل. حبه بقى تقدميه زي ما هو كده، تمام. حبه بقى يبقى زي بجد السجق اللي بره. هتعملي ايه؟ هنجيب المقص وهنعمل كده. قطعي السجقايه. عشان تقطعي السجقايه تعملي ايه؟ تقطعيها بعد ما تستوي كويس. ما تقطعيهاش قبل، هتبقى معاكي زي اللحمة المفرومة كده. تمام، خلي بالك وانتي بتجيبي السجق ما تلاقيش لونه أحمر، عشان اللون الأحمر بيبقى واخد لون. السجق بيبقى لونه زي لون اللحمة، ما بتروحيش تشتري اللحمة تلاقيها حمرا قوي، زي لون اللحمة كمان بيبقى واخد دهون كتير. يعني السجق ده أقولك إن هو واخد لون. أنا أي معلومة بعرفها بقول لكم عليها. السجق ده على فكرة هايل وتوابله حلوة بس واخد لون. غيروا الجزار يا جماعة، غيروا الجزار. نقطع كده، الريحة بقى بدأت تبان، يا نهار أبيض عالجمال. بصوا بقى خلاص قطعنا السجق بالمقص كده. ثواني، تقليبة كده. نيجي بقى تقليبة هنا على الكبدة. خلاص كده الكبدة أخدت من تحت اللسعة، النار عالية. اهم حاجه ان النار ايه عاليه. انا مش عايزه الكبده تنشف زي البنات كتير جدا بتقولي ان الكبده بتنشف معاها. هنعمل ايه؟ هنقلب كويس ونطلع فاصل ونرجع تاني واحنا بنقلب الكبده بسرعه عشان نتاخر. استنوني.